أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيق وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق ورفضها لكافة الاعتداءات التي تهدد أمنه واستقراره، معربة عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.